عندنا كمان، وده أظن من المسلسلات المهمة جدا، الإمام الشافعي، رسالة الإمام عن الإمام الشافعي. وهنا ممكن يبقى السؤال إنه ما الذي سوف يقدمه المسلسل عن الإمام الشافعي فيخرج عن الشكل التقليدي للسير الذاتية؟ يعني هو لازم يقدم لي بالتأكيد جانب من حياة الإمام الشافعي، بس كمان أنا عاوز أشوف الجانب بشكل مختلف. أنا عاوز أعرف الإمام الشافعي، مش بس أعرف فقه الإمام الشافعي. فقه الإمام الشافعي دي مسألة أكاديمية جدا، لكن من هو الإمام الشافعي؟ الأحداث بتدور على قد إيه؟ أظنها تدور في خلال 50 سنة من عمر فضيلة الإمام، وتحديدا في نهاية طبعا القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري. مؤلف الإمام الشافعي أو رسالة الإمام هو محمد هشام عبية، كاتبنا ومؤلفنا شديد التميز. طبعا احنا عارفين انه المسلسل من بطولة خالد النبوي. احنا معانا محمد هشام عبية على التليفون. يا سلام، ازيك يا استاذ؟ مساء الفل استاذ. مساء الجمال، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. تمام، ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله، دعواتك يا رب خير. سؤال بقى، ده اللي انا كنت بطرح فيه او اللي بطرحه في بداية الكلام عن المسلسل. احنا ايه اللي هنشوفه مغاير عن ما اعتدناه في السير الذاتية؟ يعني هتقدم لنا الإمام الشافعي إزاي؟ ويعني عادة الشخصيات يعني المؤثرة في التاريخ زي الإمام الشافعي يمكن أن تتناولها أكثر من عمل، أن يتناول أكثر من عمل بأكثر من زاوية. طبعاً يعني. طبعاً. وهو طبعاً الإمام الشافعي له يعني حالة خاصة مع الشعب المصري. يعني ممتدة منذ أن وطأت قدمه مصر لأول مرة منذ حوالي 1200 سنة لغاية النهاردة. والعلاقة دي يعني تكفي بس أنك وقف أي تاكسي كده في الشارع وقول له أنا عايز أروح الإمام الشافعي، هو عارف من غير ما يقول، من غير ما تقول له توصف له ولا أي حاجة. المعين بتاعه معروف، مكانه معروف وما إلى ذلك. فإحنا بشكل أساسي في المسلسل ده أنا وكل فريق الكتابة والأستاذ الله يسحقه المخرج السوري الكبير مركزين على سنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، وهي اجمالا كانت حوالي اخر 6 سنوات في حياته. وهي كانت يعني للمفارقه التاريخيه ايضا مليئه بالكثير يعني من التغيرات الاجتماعيه والسياسيه في مصر في هذا الزمن، واللي اعتقد ان ما حصلش ان حد ركز عليها بدرجه قويه في اعمال سابقه يعني تناولت سيره الامام الشافعي. يعني هيبقى في تناول للاوضاع السياسيه المصريه من 1200 سنه، مش بس سيره ذاتيه للامام، يعني مش محصوره فقط على الامام. لان الامام الشافعي بطبيعه الحال لما وصل مصر هي كانت في فتره يعني تقلبات طبعًا. وفتره حتى على المستوى يعني الدوله الاسلاميه يعني وقتها كانت الدنيا في حاله من حالات ممكن تقول يعني عدم الاستقرار بالضروره، وبالتالي هو كان وجوده فارق في هذه اللحظه وكان كمان مؤثر، وكما يعني ترك اثرا في مصر تركت مصر اثرا فيه. والمسلسل بشكل اساسي بيتناول هذه العلاقه التبادليه ما بين يعني امام بحجم وقامه الامام الشافعي وحضاره عظيمه ومؤثره دائما هي حضاره مصريه. طب انا لفت نظري انك قلت لي كمان وفريق الكتابه، مساله فريق الكتابه دي ما بتقلقكش يا محمد؟ لا بالعكس، انا اصلا انا يعني انا خريج، انا دايما يعني افخر ان انا خريج يعني معاهد كتابه الورش السينمائي. ورش كتابه ورش الكتابه. وانا كمان يعني انا قد اكون انا يعني مش اول من بدا المشروع، بداته الاستاذه مريم نعوم ثم يعني اعتذرت عن الاستمرار فيه. تم بالفعل في فريق كتابه موجود انضم اليه بعض الزملاء الكتاب الاخرين من مصر وسوريا. وبالتالي انا يعني كنت اكمل المسيره يعني بمن بدا حتى المشروع من فريق الكتابه يعني. يعني اللي انا بقصده هي فكره اختلافات ممكن تبقى في الافكار وفي الزوايا وفي المنطلقات، وبالتالي في الطرح ده ما بيبقاش شيء متعب؟ لا، احيانا بيكون ممتع لانك انت بتطرح فكره وبعدين بيحصل بقى نقاش يعني عنيف وقاسي وبنتبادل الافكار، واللي بيقتنع بفكره ممكن يعني ذهنه يعني يفكر فيها شويه فيعيد هو نفسه اعاده طرحها من جديد. والعكس صحيح، بالعكس يعني في مثل المشاريع يعني انا في رايي المشاريع الكبيره زي الامام الشافعي، المشاريع اللي هي بتغوص في اعماق التاريخ وبتستحضر فتره زمنيه
بعيده ومستعين فيها بمراجع شتى. دي اكثر النوعيات من الاعمال الدراميه اللي فعلا تحتاج الى فريق كتابه، لان هي حاجه دائما الى المزيد، لضخ مزيد من الافكار والنقاشات والتطويرات. بالعكس هو ده النموذج المثالي للمسلسلات اللي كتبها فريق كتابه. بالاضافه لكده كمان معانا باحث تاريخي متميز هو الصديق علاء عدني، اللي كان تعاوننا مع بعض كده في اعمال سابقه برضو، وهو اي دور مهم جدا في مساله المراجعه وتدقيق العمل من الناحيه التاريخيه ومن ناحيه بقى كل تفاصيل السلوكيات اليوميه لمصر في هذا الوقت، الشكل المباني، طبيعه الملابس وما الى ذلك. ثم بعد ذلك اقول له هناك تدقيق من مجمع الفصل الاسلامي بالازهر لما يرد في المسلسل من يعني عشان الاراء الفقهيه وما الى ذلك، بالضبط من نقاشات حول اشياء لها علاقه بالفقه وبالدين، وحتى ايضا يعني للنقاش حوالين بعض المواضع التاريخيه محل يعني محل الاختلاف من مصدر لاخر. طب ده كلام رائع جدا، انا عايز اشكرك جدا يا محمد على هذا المشروع، واتمنى اول ما تنتهوا خالص اشتغل لنا بقى على الليث بن سعد عشان رمضان اللي بعده، قول ان شاء الله. اشكرك جدا كاتبنا ومؤلفنا محمد هشام عبية، مؤلف مسلسل رسالة الإمام.